سيداتي أنساتي ساداتي، لو أنت قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة، فريق عمل البرنامج قاعد في الناحية اليمين والضيوف قاعدين في الناحية الشمال، ولو أنت قاعد في المقصورة هتشوف كتير قوي قوي قوي. طيب ما تيجي نقعد في المقصورة ونشوف الحلقة دي حصل فيها إيه؟ مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام عاده بيبقى معانا اتنين كابلز قدام بعض، لكن النهارده معانا كابل لطيف جدا وبيحب بعض، ومعانا نصيره المراه المستقله روز. خلوني اتناقش معاهم، نعرف وجهات نظرهم ونلعب شويه كده مع بعض زي ما انتم متعودين معانا. اتعرف بيكي. اسماء ومصطفى. مصطفى اهلا وسهلا. اهلا بيك. روز ازاي؟ الحمد لله تمام. انتي قلبه دنيا على السوشيال ميديا. الحمد لله. طيب هرجع لك تاني، بس قولي لي اسماء، انتي متجوزه بقالك كام سنه؟ 11 سنه. 11 سنه. اوكي. عندكم اولاد؟ ثلاث بنات. ما شاء الله. متجوزين عن حب؟ طبعا. عشت حب كبير. اوكي. حوالنا يعني حوالي بقى لنا 20 سنه نعرف بعض. ما شاء الله. من واحنا في ثانوي. اوكي. يعني ده يعتبر اول حب بقى. اول حب واخر حب. ان شاء الله. طب حلو حلو ما شاء الله. طب قولي لي بتثقي في مصطفى بنسبه كام في الميه؟ لو في اكتر من 100% فبثق فيه. عمرك ما قفشتي بعمل حاجه كده؟ لا 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 لا، احنا اصلا اصحاب واصدقاء، ويعني وهو يعني حتى اي حاجه يعني يحكي لي عليها وبنتكلم مع بعض. مش حتى مثلا ممكن واحده مره؟ لا هو لا مفيش. حصل موقف مش لطيف واحده بتعكسه مثلا يجي يحكي لك؟ لا عادي. دي بيحصل عادي. بيجي يحكي لك؟ اوكي تمام. هو الطبيعي بتاعه بيعمل كده وانت تمام؟ لا مش طبيعي. انا بقول عادي، ممكن حد واحده تبقى معجبه بيه او كده عادي. انا ده هي. ولو هو معجب بحد؟ لا هو مش معجب بحد. يعني لو هو قال لحد انت قمر او انت حلوه؟ لا يعني حاجه عاديه يعني. واو لطيفة جدا. مجاملة. دي مجاملة. بيجاملها عادي. لا دي معاكسة. كومبليمو. لا مش معاكسة. يعني انا لما قلت لي انك قمر كان كومبليمو مش انا قمر بجد؟ قمر طبعا. طيب. طب يا روز خلينا بس نبدا على الهداوة كده. يعني انت عارفة انا ما بحبش الحركات دي. حركات ايه؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع لفقرة الاسئلة العامة. استنونا. انا ليه حسيت بتوقفي توتر كده؟ حصل في حاجه خالص؟ انا مش عارفه ايه اللي ضايقها خالص. انا بقى انت اللي هو كان بيعكسك. انا مستغربه بس جدا من رد فعلك. في ايه يعني؟ انا سالتك سؤال اجابته لو انا حد بيسالني وجوزي قاعد جنبي وقال لحد قمر، انا بالنسبه لي اللي هو يعني انت اتليست بقى يتناقش معايا يقول لي ايه رايك حلوه اقول له كده بيبقى في كونفرسيشن. لكن يقول لي حد قدامي انت قمر قوي وانت تقولي انه ده عادي؟ ما قلتش قوي على فكره. بصي هو لا بس اقول لك بس بصي اسمعي هقول لك حاجه. يعني هو يعني ممكن يقول ما حضرتك يعني لطيفه كده بس مش قمر. يعني قمر برضو لا هو بيجاملها على فكره يعني ايا كان. حتى لو بيجاملها ما ينفعش يبقى قاعد معاكي يقول لواحده انت قمر. هو قال دلوقتي ان هي مش مجامله. لا ايا بيجاملك. لا هو قال كده. من وجهه نظر انا بيجاملك. يعني شايفها وحشه؟ لا هي مش وحشه بس يعني مش قمر. مش وحشه بس مش قمر. بس احنا ممكن نعمل فوتنج هنا في الاستوديو على فكره. عادي كلهم هيبقوا عادي. لا بس هو ليه راي ثاني مختلف عنك. بس سوري يا مصطفى لا ما ينفعش ابدا. يعني انا لو انا متجوزه ما اسمحش ابدا ان جوزي يعني ممكن يبتسم في وش حد يقابله بطريقه لطيفه بس مش انت قمر. ما فيش مشكله يا ستي انت كمان قمر وخلصنا. لو هي المساله انا ما عارفه ان هو قمر على فكره. برايك انت برضه انت حر. ورجعنا لكم بعد ثواني نتناقش. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقره الاسئله العامه. هنسال كام سؤال والاجابه الاسرع هتتحسب للفريق. انا بالنسبه لي عشان احنا ثلاث ستات فمعايا فريق اسماء فريق روز. تمام. اول سؤال، النمله ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. حاجة بتتولد كل شهر؟ ايه؟ حاجة بتتولد كل شهر بتولد كل شهر الباور. الطاقة بتاعتنا بتتجدد كل شهر مثلا؟
اوكي زيرو الهلال. اذكى حيوان في العالم؟ الغراب. الغراب. بس انت قلتي ايه؟ دولفين. بوينت. اسرع حيوان في العالم؟ الاسد. الفهد. الفهد. فهد. بوينت. الاخطبوط ليه كام قلب؟ أربعة. ثلاثة. برافو. اوكي بوينت. بوينت. خسرتها. مين اول حد استخدم شوكة الطعام؟ دي كانت في فرنسا او في لندن. فرنسا. الملك هنري. اوكي جريت. فريق كرة السلة بيتكون من كام لاعب؟ ثمانية. لا تسعة او ستة. خمسة. اه خلصت مسابقتنا، وطبعا فريق روز هو اللي كسب. احنا بس كنا بنسخن كده شوية، لكن لسه معانا فقرات يعني تانية كتير. اتنين على واحد المفروض انتوا تكسبوا. ماشي. طيب. عندك معلومات قيمة سريعة. سريعة. اوكي. ايوة في ابليكيشنز دلوقتي. طيب. على الموبايل تقدر تستفيد منها في الموضوع ده. بتبقى فيها اسئلة كده سرعة البديهة بيعلموها للاطفال عشان يطلعوا عندهم ثقافة. مشاهدينا هنطلع فاصل عشان ما يبقوش صفر كده يعني. روز عايزه اطلع فاصل. اتفضلي. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، والفقره اللي الستات بتحبها جدا معانا فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. أسماء كانت بتقول إن هي واثقة في مصطفى أكتر من 100%، فهنعرف إذا كان مصطفى بيكذب عليها ولا لأ. يعني ولا إيه؟ تتحكي بتتريقي؟ أستاذ مصطفى هستأذنك تتفضل عند دكتور مؤمن، هيسألك كام سؤال على كشف الكذب. تمام؟ وهنعرف النتيجة. تمام. ده جهاز كشف الكذب، بنسأل الضيف كم سؤال، لو جاوب صح بينور أخضر، لو جاوب غلط بينور أحمر. جاهز؟ جاهز. ممكن صباح حضرتك. فرد إيدك. تمام. بتحب مراتك؟ بحبها قوي. خنتها قبل كده؟ لا. بتشوف الراجل اللي بيخون مراته كده بيعمل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا حاجة وحشة. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. ممكن تتجوز على مراتك؟ لا. لما بيبقى في مشكلة بينك وبينها بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه. لو سافرت شغل هتقعد فترة حلوة يعني، حضرتك هتاخدها معاك ولا تفضل تبقى لوحدك؟ لا هاخدها معي. بتحبها؟ بحبها قوي. انا كده خلصت. شكرا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، وللاسف استاذ مصطفى خيب املنا. بيقولوا لي في الكنترول ان هو بيكذب بنسبه 70%. تمام. فكده هم اسماء خسرت برضو الجوله الثانيه. انت بتضحكي إيه؟ بس لسه عندنا فقرات ثانيه. هي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه؟ انت اسمك ايه اصلا؟ ورده. روز. مش باين اصلا اسمك، مش عليكي خالص والله. يعني كدابه قوي والله. لا كدابه، انت اللي كدابه. انت اللي كدابه، احترمي نفسك. طب احنا يلا عشان شكلي وراكي. طب اسماء 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 لو سمحتي، طب عايزين نكمل. هو ده وشي القمر ده عشان انت تكرهيني؟ اسماء عايزين نكمل. عايزين نكمل ليه؟ انت بتقولي ان انت حاطه ده عشان خاطري انا. انت مالك انت؟ طيب روز مش شايفه؟ انت شايفه قمر؟ انت مش شايفه؟ انت قمر. ممكن بس احنا على الهوا يا استاذه، معلش عيب كده. احنا على الهوا. لا وهي مش محترمه والله. هي مش محترمه. طيب معلش نكمل بس البرنامج. مش محترمه على فكره. بس انا همد ايدي عليك. انا ممكن اعشيني انا؟ قمر ولا مش عشاني انا؟ يا جماعه انا قمر ولا مش قمر؟ بتقولوا لها روز لو سمحتي. روز محدش رد يرد عليكي على فكره. محدش محترم انت اللي اصلا مطلعه شبه البورصه. انت شبه البورصه ولا قمر؟ انت اصلا يا حبيبتي شبه البورصه عشان انا. روز لو سمحتي يا مامي هتموتني. طب بس ممكن نكمل الحلقه؟ طب خليكي واقفه. طيب خليكي واقفه مصطفى دافع عني. نكمل الحلقه. طيب ممكن حضرتك بس تيجي معايا الحلقه.
مش عشان خاطرك. ربنا يخليكي. وراح تتخبي في مصطفى ليه؟ بس تخبي مني انت على فكره من مامي ومن الغولة. يا استاذه يا استاذه ممكن تيجي معايا؟ انا بس لو سمحتي عشان خاطرك انا. ربنا يخليكي بجد. روز بعد اذنك. بعد اذنك. طيب دكتور مؤمن طيب عايزك في حاجه. لا على فكره اوعي تفتكري ان انا يعني انا مش هدي ده انا من السيده يعني مش هسكت لك يا مامي. اه يا مامي من المذبح كمان على فكره عشان تقولي يا مامي اكتر. خلصي الحلقه يا استاذه بعد كده اعملي اللي انت عاوزاه. طيب ممكن اخلص بس حلقتي ارجوكي. انا في هوا بيضيع مني ارجوكي ارجوكي. انا بعتذر لك جدا بعتذر لك جدا. اتفضلي استريحي. لازم امشي كده. ماشي جبانه انت جبانه على فكره والله العظيم. خدي خدي الكوشن بتاعتك يا جماعه. لا انت بتعلي عليا عشان خاطري انا عشان خاطري. بتجري ليه يا جماعه؟ طب بصي هقول لك بس لسه عندنا فقرة تانية لسه لا انا هصدمها هنا فيكي بقى. هصدمها هنا والله العظيم. انا مقلب مقلب مقلب. دي بتعيب مقلب مقلب مقلب. مش عارفه ايه مقلب. مش شايفه نفسي مقلب مقلب. انت ما تعيبيش عليا انا مش تقيله. مقلب مقلب مقلب. سقفوا يا جماعه سقفوا يا جماعه. مقلب مقلب. والله دي ممثلة معانا ممثلة معانا ممثلة معانا ممثلة معانا. اهو اير بيس. انت عارفه فكره يعني انت عارفه كويس انت انا ما سبتكيش والله. الحمد لله الحمد لله. انا اشتريت دي اصلا انا عامله ازاي؟ لا انت عماله تقولي لي انت بصي ماشيه عامله ازاي المفروض امشي عامله ازاي؟ انا اسفه. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اصلا انا شايفاكي عمر من اول ما دخلت وبقول لهم كده بس انا بعمل كده عشان. طب ممكن نقعد ممكن نقعد؟ ده هي مستفزه جدا جدا من اول ما دخلت وبصتها مستفزه جدا. يعني هي خلتني ابدا الحلقه وانا متوتره وانا متنشنه. يعني ما خليتنيش زي ما انا كنت عايزه ابدا الحلقه كده وانا مبسوطه. انا ده معناه ان هي ممثله شاطره. لا ما هي لا شاطره. لا هي شاطره. قول لها بقى احنا عايزين ناخد منها الموافقه عشان ده برنامج رمضان. أيوة برنامج مقلب واحنا كنا متفقين معاها. ده كان في بقيه المقلب والله. طب ده متصور. ده متصور بقى متصور بقى صور مع واحده وجنبيه. لا والله انا يعني كنت بسخن المفروض لمرحله تانية اقوى والله. الحمد لله بقى ان ما حصلتش. كان زمان نفسي يعني انت كنت انا كنت هموت برضه داخله في الموضوع ده كده. لا 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 مش داخله مش داخله الحمد لله. مش داخله الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا اسماء. رمضان كريم. وانت طيبه. استاذنك بس لو موافقه على اذاعه الحلقه تبصي الكاميرا وتقولي اولا ان انت مسامحانه وبعد كده ان انت موافقه. لا اولا انا مسامحاك وثانيا انا موافقه. كل سنه وانتم طيبين. طيبين.